السلام عليكم خاوتي واشراك، ان شاء الله تكونوا بخير. معكم دائما جمال الدين من دبي، وحييكم دائما واصلوا في سلسله هذه تجربتي مع ضيف جديد، تخصص جديد، واليوم جبنا لكم جنسيه جديده. تابعونا في هذا الفيديو، راح تشوفوا التفاصيل على اكثر وظيفه مطلوبه في الامارات. تابعونا. كما عودناكم خاوتي، دائما معنا ضيف جديد، اخويا حاضر معنا اليوم علاء الدين، حب يشاركنا التجربه تاعو ومجال تاعو وخبره تاعو هنا في الامارات. تفضل علاء الدين، ممكن تعرف المشاهدين على نفسك؟ علاء الدين بن عمار، تونسي، عندي 6 سنين عايش في الامارات. اليوم جيت نحكيو على المجال الاكثر طلبا في الامارات كما قال خويا جمال الدين. خلوكم للاخر تكتشفوا شنو الموضوع اللي باش نحكيو فيه. المهم ان شاء الله نزيد نكتشف بعضنا مع الفيديو قدام، خليكم تابعونا. بصراحه نخبركم درك، لازم تكملوا الفيديو باش تعرفوا المجال هو واش هو. اخويا علاء الدين، نشكرك على تلبيه الدعوه وحضورك معنا في هذا البرنامج وفي هذه الفيديوهات وهذه الحلقات الشيقه والمساعده للناس. السؤال اللي نطرحه على كل الناس اللي شاركوا معايا في الفيديوهات السابقه، لماذا اخترت الامارات بالذات؟ يعني شو هو كان الدافع تاعك عن اخترت الامارات؟ لماذا لم تختار اوروبا؟ لماذا لم تختار امريكا او كندا؟ لماذا اخترت الامارات بالذات؟ شوف، اولا مشكور جمال الدين على الدعوه هذه، وثانيا نشكرك على التجربه هذه والبرنامج اللي قصير اللي قاعد تعمل فيه، وهذا مجهود في الاخر يحسب لك، لانه انت قاعد توصل في صوتك وقاعد توصل زاد في برشا اسئله نتاع ناس قاعد تجاوب عليها. سؤالك جدا مهم. بعد ما انت نجم تكون شخص ما عندكش برنامج تاع هجره، ولكن انشأت الظروف والاقدار باش انك تكون موجود هنا. لكن بعد ما تعيش التجربه وتقارن وضعيتك مقارنه مع كثير بلدان اخرى من ضمن اللي سميتهم انت، تلقى روحك انك كنت محظوظ باش انك لقيت الفرصه هذه، بالاخص كي تلقى محيط وجو كيما هكا. فهمتني؟ يعني والميزه، ممكن تقول لي شنو الميزه اللي خلتك مستمره وخلتك قاعد في نفس المكان وما حاولتش تغير، او علاش استمريت 6 سنين هذوما الكل؟ نقول لك اللي تقريبا الحاجه اللي مجتمعين عليها الناس الكل، اللي هي وضوح القانون البروسيجر في البلاد. حاجه اخرى استابيليتي اللي تحسها وقت ما تكون انت عادي، معناتها كل مجهودك في خدمتك وفي وضعيتك، وتكون ما عندكش مشاكل، تكون هذايا ما تبقاش بلايص اخرين. ثاني حاجة اللي هي ممكن الأمن اللي ما تبقاش في أي بلاصة، معناتها في أي وقت تحس روحك سكيريزي في قهوة في بلاصة ماكش مهدد، ماكش قلة الاحترام وقلة الأدب سوري اللي تلقاه في برشا بلايص أخرين. هيك هو. شكرا على الدين. أخويا على الدين، سؤال آخر اللي هو وش هي الصعوبات؟ احنا دائما الناس يسألوني وش هما الصعوبات اللي كاينين في الإمارات حتى نتجاوزوهم. يعني دائما نطرح لهم، كل ضيف يجي معايا في برنامج في حلقه من البرامج هذا، فدائما نساله السؤال هذا حتى يعطيني الصعوبات اللي تلقاها. يعني في بعض الصعوبات يعني مشتركه بين الجميع. اكيد هذا يعني حبيت نعرف من التجربه تاعك شو هي الصعوبات اللي تلقيتها حتى نمكنوا المشاهدين انه يعرفوا الصعوبات اللي ممكن راح يلاقوها ويعرفوا كيفاش يتفادوهم. اول شيء اللي هو الكوميونيكيشن، اللي هو الكوميونيكاسيون، التواصل مع ناس اخرين. اللي انت جاي من بيئه تحكي فرنسيه، من بيئه ما تحكيش انجليزيه اللي هي لغه جدا مهمه في اي عمل او في اي مكان تروح له، فلهنا انت تواجه عراقيل من في التواصل. شوي شوي تتجنب وتتجاوز المعطى هذايا. الصعوبات الثانيه، الحاجه الثانيه اللي ممكن واجهتني، مثلا ما تكونش عندك المعلومه متوفره، خاطر فاك الوقت. مثال، انا كي بديت في 2014 ما كانش فما برشا ناس او كثير ناس اللي يحكيوا كيفاش تسافر الامارات. انا اصلا في 2014 قبل ما نجي بحثت، حاولت نلاقي فيديوهات على اليوتيوب، ولكن للاسف نلقى ناس يعملوا فيديو يوريك اماكن، مثال يوريك حاجات بسيطه، ما يعطيكش معلومات هكا بالتفصيل وين تروح وشنو تعمل وشنو وكذا. دونك هذه من اكثر الصعوبات اللي كانت، اللي هي نقص المعلومه. ثالث حاجه تنجم تكون اللي هي ما فهمناش
التواصل كما توا ما كانتش الناس معناتها فريندلي كما توا، معناتها كل حد مغلق على روحه شويه، ما كانش وسائل التواصل الاجتماعي يعني مخلي الناس فما دي جروب واتساب كذا، المعلومه ما كانش تسيركيلي بسهوله هذه بسهوله. نتصور هذوما يعني بعديك بطبيعه كل واحد على حسب الوضعيه نتاعو بيرسونال شنو الصعوبات اللي نجم نواجهها. فهمت كيفاش؟ خويا على الدين الناس راه عندهم الفضول حاليا، راهم يشوفونا يقولوا واش هو المجال هذا، واش هو المجال اللي مطلوب بزاف في الامارات، واش هو المجال اللي الناس يعني تبحث عليه كثير ومطلوب كثير وعندهم فرصه فيه كثيره. يعني ممكن على الحين تعرفنا بالمجال تاعك، على تعطينا نظره على المجال تاعك في الامارات. لحظه توا باش نعطيك مؤشر نتاع المجال اللي هو اي شركه في العالم عندها منتج وعندها خدمه تحتاج الشخص هذا يكون يخدم معاه. وقف عمل بوز الفيديو، اكتب لي في الكومنتير تويكا تحت شنو هو اسم المجال. اعطوه خليكم سسبنس. المجال اللي كتبته انت كتبته تويكا، انا المجال بتاعي هو المبيعات، انا شغال بالمبيعات من لما جيت الامارات، و تقريبا قضيت 8 سنوات ونص او اكثر هلا في مجال المبيعات. اذا تقريبا المجال هذا هو الاكثر طلبا في العالم وفي الامارات بالتحديد، لاننا نحكي عن الامارات اليوم. اخوي علاء، برك السؤال اللي ممكن يطرحوه الناس يقول لك علاش وظيفه المبيعات هي الاكثر طلبا في الامارات؟ هي اكثر طلبا لانه احنا في دبي يعني او في الامارات، يعني دوله تاسست فيها في السنوات الاخيره العديد والاف الشركات، يعني انه هي منطقه لتاسيس الشركات، ودبي هي عاصمه اقتصاديه وكذلك هي مدينه التسوق لوجهه لكثير من المدن في العالم، يعني مقارنه بكثير من المدن في العالم. اللي حبيت نقوله لانه عدد الشركات الكبيره ده يتطلب ناس باش يخدموا في المبيعات، اذا فعدد الطلب على الناس اللي تشتغل في مجال المبيعات دائما هو مرتفع، فبذلك اكيد باش تلاقي هنا دائما فرصه احسن من اي بلاصه ثانيه انه تكون تخدم المبيعات، لانه مثل ما قلت السوق دائما فيه ديناميكيه اكثر من الاماكن الاخرى. يعني فهمت، يعني هو مدام الشركات فيها سلع كثير، يعني كاين كثير شركات تحب تطرح السلع تاعها في السوق بالضبط، ولكن شكون اللي راح يبيع السلع هما بائعين. فكما خويا علاء كما انا كما ناس كثير هنا في الامارات يخدموا هذا العمل. السؤال اللي نطرحه لك علاء والناس غادي تستنى فيه اللي هو هل مجال المبيعات يتطلب مستوى معين، شهادة معينة، لغة، ولا ما يتطلب أي شيء، ولا يعني طيب شروط العمل في هذا المجال؟ في هذا المجال أول شروط العمل في هذا المجال إنك تحب تشتغل في هذا المجال قبل أي شيء، لأنه أنت لما تحب تشتغل في هذا المجال، لأنه المجال هذا ما يتطلبش منك شهادة علمية ولا ماكش باش تصنع صواريخ، في الآخر انت باش تقوم بعمليه معينه، لكن العمليه دي زاد معقده شويه، تتطلب مهاره، تتطلب مهاره اللي هي تسمى سوفت سكيلز، مهارات هذوما نجم تكتسبهم ونجم يكونوا عندك انت تتفرج فيه ونجم يكونوا عندك. اول شيء الكوميونيكاسيون مع الناس، اذا كانك انت شخص تتواصل بكل سهوله مع الناس فالمهنه هذه ليك. اذا كانك انت شخص مبتسم وكي وبشوش وديما تقابل الناس بابتسامه بطبيعتك فهذه تساعدك المهنه هذه، لانك انت ماكش تتطلب مجهود كبير، لانه هذه متطلبات الخدمه. بعدين الخدمه والنولج او المعارف في المجال اللي باش تشتغل فيه يبقى هذا انت تتعلم يكتسب، هذا الشركه اللي باش تتدرب باش تعلمك هي هكا ولا هكا، وانت باش تتعلم عن المنتج، ولكن بروتوكول البيع هو واحد، اللي يقدر يبيع ساعة يقدر يبيع سيارة يقدر يبيع عمارة يقدر يبيع اللي يحبه أي حاجة. دونك البروتوكول واحد، إذا لهنا ما تبقاش تخمم برشا وتقول أنا لازمني نقرا ولا لازمني نعمل حاجة، لا، وما تبقاش مكتف في دين أنك تخرجت حتى دكتور في الكيمياء، مش لازم تشتغل دكتور في الكيمياء، نجم تبدأ تشتغل حاجة إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. فهمتني؟ والمبيعات من أكثر المجالات اللي تستقطب الناس. يعني نسيت حاجة اللي هي اللغة.
اللغه. اللغه بالضبط اهم حاجه. اللغه مش شوف اللغه يظهر اللي حكينا فيها في الصعوبات من الاول وتناقشنا قلنا اللي راهو اللغه جدا مهمه الكوميونيكاسيون التواصل ما ظهر لي ما فما حتى حل تتواصل مع حتى حد من 200 جنسيه يعني. حتى حد يتواصل بالاشارات. انا نقول لك حاجه برك كل ما تكون عندك اكثر لغه تحكيها كل ما فرصتك باش ترفع مبيعاتك اكثر في اي مجال وحتى فرص نجاحك في الدنيا تكون احسن وان شاء الله بالتوفيق الناس الكل يا رب امين. كما قال خويا علاء يعني من شروط العمل كبائع انا نقول احسن اول حاجه ان تكون عندك اللغه الانجليزيه لانه هي لغه التواصل بين كل الجنسيات هنا في الامارات اكيد يعني اذا مثلا انت راك بائع وما تعرفش لغه انجليزيه وحطوك تخدم في شركه مثلا في الامارات مول في مول الامارات يعني والمول الامارات معروف انه يجيو جنسيات مختلفه من كل العالم فكيفاش راح تتحاور معاهم وانت ما تعرفش انجليزيه فالانجليزيه مهمه جدا يعني دائما نوصي عليها انا الناس اللي شاهدوني لازم الانجليزيه حاجه الزوجة انه كما قال خويا المهارات البيع لازم تكون عند اي واحد ما يهمش المجال اللي راك تخدم فيه اللي غادي تخدم فيه او ما يهمش المجال اذا عندك فيه خبره ولا لا مثلا خويا على الدين عند مكان في تونس ما كانش يخدم في النظارات ولكن عند مجال هنا راه صار عنده راه اوبتيس يعني بائع في مجال النظارات فما كانش عنده خبره في المجال هذا صح على ولكن اكتسبها بالفتره التدريب اللي مضاها في الشركه هذه اللي راه مثلا في 8 سنوات الاخرانيه انا اشتغلت في 4 مجالات والاربع مجالات تضمن لمجال عنده علاقه بالثاني دونك انت تنجم تبدل مجال خدمتك تطور في البرودوي اللي تبيع فيه او المنتج اللي انت تبيع فيه ولكن مهارتك زادت تتطور مع الوقت ولكن المهاره نتاعك والبروتوكول نتاع البيع هو نفسه يعني نفس الشخصيه ممكن انت لازمك تطور روحك باش تأدبتي وتتاقلم مع المجال هذاك مطلوب اكيد مش مثل ما تبيع ساعه مش مثل ما تبيع عقار كل وحده وعندها المهاره فما حاجات بهارات لازم تزيدهم في كل مهنه معينه اوكي وان شاء الله يعني الامور المفروض ماهيش صعيبه ماهيش بالمحاوله والممارسه تكتسب بالخبره المهم لازمك تحاول كل يوم تكون احسن نسخه منك هذاك هو الحاجه اللي تحطها بدماغك اخويا على السؤال اللي يطرحه الناس كذلك يقول لك انا كيفاش نلاقي عمل في مجال المبيعات اوكي كيفاش وين نعرف انا الشركه اللي خاصها موظفين وعمال وبائعين وين نروح كيفاش نلاقي العمل قبل انا قبل ما تلاقي العمل اذا كان انت عارف روحك حاول تبحث شويه في مجال العمل اللي احنا اعطيناكم اليوم راس الخيط انتم كملوا وابحثوا دونك وحاول تشوف مهاراتك انت وين تمشي في اي مجال احسن هل في الاوت دور سيلز اكثر في الاندور سيلز اكثر حاول تفهمها بعدين لما انت تعرف روحك اقل شيء التارجت وين انت باش تلوج على الخدمه اذا كان انت مثال في الاندور عنده تكنيك كما كنا نحكي انا وجمال الدين من اهم اشياء ومجربه هذه حاجه عن تجربه انك تدخل للستور تمشي للمحلات تحاول كي تمشي للمحل ما تمشيش وانت شخصيتك مهزوزه لا حاول تكون عندك ثقه بالنفس ويا حبه هذه لو كان تعمل كارنيه معك بلوك نوت تكتب فيها عناوين الادارات نتاع الشركه هذه يعني وين الهيد اوفيس نتاعهم وتاخذ الايميل زاد تنوطيه عندك وتحاول تنظم النهار زاد باش تمشي للزوفيس هذوما تحاول تمشي لهم وكذلك طريقة كلامك مع المانجر لو كان حاول يسأل على المانجر على مدير المحل حاول تتواصل معه تحكي معه خاطر تنجم انت تعطيه امبريسيون تعطيه لمح على روحك انك قادر وفيدتك الخدمة هذيك فهو يمتدك مباشرة ليش تقعد انت تلف وتدور فتعطي اكثر نسبة ليك واكثر شانس باش انك انت تلقى الخدمة ان شاء الله الحاجة الثانية بالطبيعة لازمك تبوستي لي اونلاين لماكسيموم كل يوم على قد ما تقدر بيان سور كي جمال الدين من غير ما نعاود ويزم السي في يكون بيان اورغانيزي ويكون في طريقه منظم يعني في طريقه تتماشى مع المهنه اللي انت مقدم عليها وبالتوفيق يعني هذوما اهم حاجات اونلاين ولازمك تمشي وتتحرك اما انك باش تقعد تستنى في حاجه باش تجيك ما فماش لازمك تحاول تسعى لهنا ولهنا وربي يوفقك ان شاء الله. على الدين انت كيفاش توظفت؟ هلا انت كيفاش توظفت؟ شوف توصيلي اونلاين رحت الشركات حيت لك اوفيس بوي انا شوف انا توظفت بطريقه باهيه برشا
الطريقه اللي انا ديما نشجع عليها الناس انه بالرسمي عندك تسعى صباح تتوكل على ربي تقول يا ربي راني متوكل عليك وباش نمشي نلقى خدمه ربي ينجم يغير حالك في ليله موضحه. معناتها انا كنت داخل الاوفيس وقابلت شخص معناتها اللي هو الاوبريشن مانجر وخذا مني السي في وعمل لي انترفيو في نفس اليوم. الحكايه ممكن تكون سمعتها مع واحد صاحبي او قاعد جنبي قبل، ولكن anyway. المهم انا اقول لكم حاجه، اسعى وراه ربي سعاد مش سعاد حتى كان ما لانه شوف انا نعرف راني انا ما نحبش انا نقول لك مالي الحياه ورديه واللي الدنيا محلاها واللي هو اما راهو صعيبه ما برشا صعوبات اني تتزوج على خدمه، ولكن اسعى وبعديك ربي يرزقك في بلاصه انت ما كنتش عامل لها حتى حساب. انا كنت نتعب، انا في يوم من الايام كنت انا في خدمه الخدمه كنت نمشي في الشمس ونحط الباك على ظهري وتلقاني نلوج في خدمه واللي هو ونتعب تعبت معاه واسرتهم ومو جيت كأنه هدية، كأنه ربي قال لي أنت تعبت يا عبدي أنا جزيتك وهذه هدية قوت. الحمد لله. والحمد لله. يعني كما قال أخوي علاء هو راح وحط في الشركة يعني حاول إنه يبعث أونلاين، ولكن الوظيفة اللي راح فيها في آخر وظيفة هو فيها مستقر فيها إنه زار الشركة وحط مش زار المحل، يعني هو عرف جاب عنوان الشركة وراح للشركة المكتب الرئيسي تاع الشركة هذه وحط فيها السي في يعني ووفقها الله وعمل انترفيو وراح خدام حاليا. صح. يعني انا نقول للناس دائما نقول لهم اسعوا واعطيتهم راني داير شحال فيديو كيفاش تلاقي عمل يا خاوتي، راك ندير لكم ها الفيديوهات تاع الروابط تاعهم يجيكم مكتوب كيفاش تلاقي عمل، يعني ما راهيش بالحاجة الصعبة ولكن تبغي شوية صبر وشوية مصابرة. كاين الناس اللي توصلي اونلاين يقول لك ما لقيتش عمل، كاين الناس اللي تخرج الدور 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 ويقول لك ما لقيناش عمل. شوف ما هو جمال ممكن لا اسمح لي على ممكن انت يا كنت تستعمل طريقتين مع بعض ممكن تلاقي، ممكن وحده تنجح ولكن تستعمل وحده ممكن النجاح تاعك في الثانيه، فما عرفناش. واحد يجرب اللي كاين وحاجه اللي كما قال اخويا على الدين كذلك السيره الذاتيه مهمه جدا لانه هي تعكس الصوره تاعك. وبعد اليوم صباح اليوم الجمعه حررنا التاريخ اليوم 21 نوفمبر درت لايف في الفيسبوك في الصفحه تاعي كلمتكم على الجماعه كلمت على الناس على السيره الذاتيه وحاجه مهمه راهم ينسوها في السيره الذاتيه. سامحني على يعني المفروض هو الضيف هو يتكلم ولكن برك حبيت ننبه على هذه الحاجه انه الناس ما راهاش تحط الجوب تايتل في السي في. اسمح لي فهم واش يديروا يحط لك سي في ستوندار ويبعث له الريكروتر يقول لك الريكروتر يتخير واش يختار واش يحب. الناس ما تختارش، لكن للاسف انا بصراحه قابلت وانا في الست سنين هذوما قابلت ناس من دول معليش من جماعاتنا خلينا نقول اذا كان اكثر ناس يشاهد الفيديو هذا من المغرب العربي. المغرب العربي يجيك انسان يعطيك سي في ويعطيك سي في ويبدا السي في اسود طرش معناتها اسود، يعني ما فيه حد انت ما عندكش ما يفتحلكش شيء مش حد تشوفه اصلا ومكتوب بطريقه تعبه برشا وتصور انا اذا انا ولد بلاده مثلا حسيت السي في ما قادرش باش ينافس. صحيح. وفي كثير اخطاء دونك نحاول انك تحسن في الكونتينيو الماكسيموم وان شاء الله بالتوفيق. خويا علاء هو ان حتى نفيدوا الناس اكثر يعني وش هي الاسئله اللي تطرح في مقابله التوظيف في مجال المبيعات؟ السؤال الكلاسيكي اللي هو عرف نفسك علاش خاطر يحب يعرفك اكثر، لكن انت حاول تلخص ما تعطيش كل شيء، حاول اعطي اهم النقاط. بعديك باش يسالك على مجال لا تخدمت فيه قبل تجاربك السابقه، ولهنا انت لازم تعرف تكون بذكاء تحاول تشوف شنو هو المهارات اللي كانت في المهنه السابقه اللي هي تتماشى مع المهنه الحاليه. قداش انت مش تخدم تسوق منتجات معينه تولي تحكي له على حاجات خارج الموضوع. حاجه السؤال الاخر اللي نجم يساله لك هو وهذا مهم اللي هو كيفاش تتعامل تحت الضغط تعيش في ويستفزك شخص او يستفزك كاستمر كيفاش تتصرف معه اللي هو السيلف مانجمنت كيفاش تسير روحك. خاصه هذه النقطه تشوفها بزاف عند في من غير ما تشوفها بزاف هذه يجيك هنغري كاستمر واحد زحفان واحد مش راضي واحد كذا يقول لك كيفاش تتعامل معاه. مهم جدا من ثم من بعد ما يسالك السؤال هذا ويعرف شنو هو انت كيفاش تتعامل في الحالات هذه والوضعيات هذه
باش نشوفك هل انت كيفاش التايم مانجمنت عندك، هل انت تقدر تسير وقتك بسرعه لا بعديك. تقريبا هذوما اربع مستويات اللي هما مهمين للغايه في الاسئله في الانترفيو نتاع السيلز. على اخويا في كثير من الناس يعني هو السؤال الاساسي أيه. سؤال يطرحوه الناس بزاف يعني ميهمش ميهمش وش هي الوظيفه؟ قداش يسلكوا خويا؟ شحال فلوس؟ شحال هذا؟ هذه واحد قال قداش يسلكوا خويا؟ الجزائري هذا شوف خويا احنا نقولوا يعني الراتب من الراتب الراتب من 2000 درهم حتى ما نقولوش فماش ليميت اما تقريبا يعني شنو نحصروا نقولوا 20000 مثال من 2000 ل 20000 على حسب الشخص شنو هو الخدمه اللي يقوم بها وعلى حسب البراند اللي شغال فيه وعلى حسب الشركه اللي شغال فيها وعلى حسب الكفاءه نتاعه ومهارته. وهذا الكل يبقى في اطار صفقه نيغوسيشن. اذا كان انت فعلا عندك سكيلز ومهاره النيغوسيشن يعني مهاره التفاوض راك انت قادر تجيب عرض عمل وعقد عمل جدا ممتاز. فهمتني؟ اذا تحط في الشركه الصح في النهار الصحيح. اما كان انت مفاوض فاشل سوري في الكلمه وتكون وتحوز. عندك مهارات كبيره وتحوس غير تخدم وتحوس غير تخدم اكيد اي ريكروتر راه يحب ينقص في الكوست ماكسيموم. فهو تقول له 4000 5000 يفرح ما يمشي يفرح. فانت حاول ديما تراجع قبل ما تمشي الانترفيو تدرس قداش يدفعوا في الشركه دي قداش يخلصوا شنو البيمنت. هل انت سكيلز نتاعك حاول دائما تشوف تبيع روحك بطريقه صحيحه من الاخر. في المبيعات ما فماش عاطفه ما فماش عاطفه. والحاجه اللي ننصح بها الناس عمرك ما تدخل شركه وتقول انا باش نعمر فيها هذه. المبيعات راهي مهنه نتاع اليوم نتاع الحاضر بزنس فيرست. فحاول تبيع روحك سوم بين وربي يوفقك. ايه صح صح خاطر اليوم انت ترضى ب 4500 و 5000 تقول تو نخدم ميساج. راهو انا من باب تجربه نقول لك اذا كان تخدم خمسة شهور تو تتبدل نظرك واللي فاتت من خدمه وقالب اعمل نيغوسيشن على الصح من الاول باش من بعد تقول انا قبلت بهذا وانا اللي اخترت هذا. صح صح في كثير من الناس في كثير من الناس الله يعني تلاقيه هكا يقول لك راني مغبون عندي مشاكل. واش هي مشاكلك؟ يقول لك راني خدام في شركه ب 2000 درهم. واش 2000 درهم؟ سيلز 2000 درهم 2000 2500 3000 درهم. فات ناس خدامين في المول يعني في محلات ويسلكوا يدوا 3000 ونص على حساب كل شركه وعلى حساب واش تخلص. ولكن في شركات لي الصالير تاعها فيكس ما عندك ما تنيغوسي فيه اوكي. وفي شركات اللي الصالير تاعها ماشي فيكس يعني انت والنيغوسيشن تاعك كما قالوا التفاوض تاعك كما قال خويا علاء مع ريكروتر اللي درت معاه الانترفيو. لانه فيه مرات عن ما تبيع نفسك تعرف كيفاش تسوق لنفسك وتقول انا وانا وعندي مهارات وعندي كذا وشوف الانجليزيه تاعك مليحه وتعرف نيغوسي مهمه. فهنا اكيد راح يحاول ينيغوسي هو حتى هو ينيغوسي معك في الصلاه صح. ولكن اذا شاف انسان فاشل الهضره ما تعرفش تحكيها ما تعرفش مش انجليزي مش انك تطلب فقط ف يعني هنا اكيد هو اصلا ما يقبلك مش حتى انت حتى تقول له انت تعطيني 2000 درهم معلش هو وظفني. فهذه مهمه يعني الرواتب تختلف على اختلاف الشركه على اختلاف العمل اللي راح تعمله على اختلاف المستوى اللي راح تدخل له كاللي يدخل سينيور سيلز كاللي يدخل ميديوم سيلز كاللي يدخل يعني انتري سيلز. صح كل واحد له كيف. احنا ديما في الاخر انت اعرف روحك ايش تحب ونهار في تبدا ماشي الانترفيو وين تحب توصل وشنو هو الحاجه اللي تحب تختارها وشنو الصلاه اللي حاجتك فيه باش من بعد ما تندمج ما تبقاش تقول لي خليني نعمل انترفيو وخلاص. ما فماش راهو على خاطر حياتك لو العام يتعدى بحساب والشهر يتعدى بحساب. وصحيح واحد يخدم خير ما يقعد بطال اما زاد راهو ما تقدرش تثق في روحك خليك عندك كونفيونس في روحك وراهو ما فما حتى شيء صعيب وبالتعلم الذاتي وتقدر تعلم لروحك وراك قادر تعمل المستحيل. فهمتني؟ المهم تمن بنفسك. اكيد اكيد شوف في حاجه اخرى على يعني في ناس كثير يعني انا بحكم الخبره تاعي في المؤتمرات القصيره وعلاقتي مع الناس كثير فكاين بزاف ناس يشتكوا لي من يعني تخصصين في مجال المبيعات اللي هو تيلي سيلز المبيعات عن طريق الهاتف تمام وفيه سيلز اوت دور اللي المبيعات خارج بائع خارجي.
في كثير من الناس يدخلوا من هذا المجال يعني ويقول لك الشركات في الاول ما راهمش يديروا لنا الاقامه ويقول لك لازم تخدم ونجربوك شهر ونجربوك شهرين ونشوف اذا بحت يلي بدك تديروا الاقامه او اذا ما بحت. وش رايك في المجال هذا؟ شوف لهنا يا اخوي الغلطه ماشي غلطه الشركه راهو اللي وظفته غلطه اي شخص راهو باش يدخل يخدم في شركه تيلي سيلز او في شركه اللي هي كما قلت انت او الدور لهنا هو اصلا البيزنس نتاعو مبني على السيلز هذيك الفيرس اول حاجه وما يقدرش يوظف ناس تشتغل في السيلز ويدفع لهم اجور الا ما يعرف لي هم كومبيتون سينو هو يجيبه ويعمل عليه فيزا وكل شيء ويخسر عليه فلوس ومن بعديك هم يبيع له حتى شيء ومن يمشي يربح وقت. دونك انت يا شخص يلي باش تدخل تخدم في اي شركه من الشركات هذيا اعرف من الاول اللي انت راك مسؤول على قرارك هذا 100% كان تعرف روحك جينيوس وتخلص البيعات اللي كلها خويا بالتوفيق لك كان تعرف روحك نص نص خذ الطريق اللي هو يبدا امن واللي هو سكيور واللي انت تنجم حتى لا قدر الله ما خدمتش وما جبتش مبيعات ما يطردوكش يعملوا اوراق وكل شيء هذيك احسن شيء وتبدا بالدرج بالدرج بشوي بشوي والحياه تحدي تحدي صح. يعني انا من النظره تاعي انا على الدين وناس كثير يبحثوا لي على الصفحه تاعي يقولوا لي يعني تلاقينا عمل في مجال تيلي سيلز ولا مجال المبيعات الخارجي انا واحد من الناس منصحهم لانه اغلب الناس اللي يبحثوا لي ناس لسه جدد في الامارات فكيفاش هو راح يسوق او يبيع حاجه هو اصلا ما عندوش خبره في المجتمع الاماراتي كيفاش يمشي او كيفاش هو جاي من الجزائر او جاي من تونس او جاي من المغرب او جاي من مصر ما عندوش علاقه بالمجتمع الاماراتي والناس هنايا هيا ويروح يبيع حاجه في التليفون يعني هذه صعيبه بزاف هو ينجم يكون شخص المشكله الشركات تستهدف الناس الجدد علاش ما تستغلهم فتره الفيزا تاعهم ويشوفوهم يطلعوا البوتنشال اللي فيهم يعني يطلعوا الموهبه اللي فيهم اذا عنده موهبه يبيع يبيع اذا ما عندوش موهبه يلا خلاص ليكيدي فتلاقي نفسك ضيعت شهر او شهر ونص مع الشركه ما درتلوش اقامه وممكن ما خلصاتكش لانك ما بحت لها حتى حاجه وفي الاخر يقول لك باي باي السلام عليكم. فانا واحد من الناس ننصح الناس ما يضيعوش وقتهم في بالضبط المجال حتى هذا. كان حسيت روحك عندك انت كفاءه وعندك سكيل باش تخدم الخدمه هذيا نحب نذكرك بحاجه ما عندكش داتا بيس ما عندكش كونتاكت نتاع الناس اللي باش تجيب بها من الخدمه نتاعك اليوم فاكيد حتصدم بالسوق صح وقتها الضربه والكف قوي برشا خويا على اختتام لهذا الفيديو لو تعطينا نصيحه للشباب الجزائري والمغرب والتونس والمصر واي شاب يشاهد فينا حاليا وجاي الامارات يخدم في مجال المبيعات أيوة. شو هي النصيحه اللي تعطيها له؟ اول حاجه نقول اهم شيء انك تثق في نفسك وثانيا لازمك تعمل شخصيه وكاريزما تتماشى مع المهنه هذه معناتها لازمك تكون انسان تعرف ان انت مشاكلك واشكالياتك في الحياه الكل وقت ما تدخل المجال هذا لازم ترميها ورا ظهرك علاش خاطر انت راهو المجال هذايا كل يوم خدمتك مع الناس خدمتك انك تقابل الناس فيس تو فيس تقابل الناس بابتسامه بضحكه بكلمه باهيه بالمنطق المزيان مش مكشر وعندي مشاكل وعندي هم الدنيا انا ما على باليش بيك انا كشخص ككاستمر ككلاينت ما يهمتيش في مشاكلك انا ما نحبش نشوفه نحب نشوف الشخص اللي باش يعطيني السيرفيس ولا باش يعطيني الخدمه يكون في امبيونس ويحببني في الحاجه اللي باش نشريها ولا باش الخدمه اللي باش ناخذها من عنده كلامي قاسي نوعا ما ولكن هذه الحقيقه لكن انت باش تنجح وباش تتطور لازمك تبرمج روحك بالطريقه هذه لازمك تكون اكتيف لازمك تكون فريندلي مع الناس حاول كان حتى انت نوع من نوع الناس الحشام او النوع الناس اللي يصعب عليك التواصل مع الاخرين حاول ثم مهارات كثيره تقدر تتعلمها وتقدر تطور روحك فيها اللي هي كيفيه التواصل مع الاخر كيفيه تبني علاقات مع الناس الاخرين وهذا يسهل عليك خدمتك ويخليك تنجح وتقدم. حاجه اخرى نحب نسيتها ونحب نذكر عليها اللي هي اللغه ما تحاولش ترمي بروحك في المجال هذايا وانت ما عندكش لغه على الاقل عندك المينيموم البيزكس نتاع اللغه هذه اوكي اللي هي الانجليزيه مطلوبه طبعا عربيه اكيد تتكلم
ثم نصيحة أخرى ننصحها زادة وأنا جربتها وعاونتني برشا في مجال المبيعات، حاول مش إنك تنسى لغتك سواء الجزائرية ولا التونسية ولا اللي هو، حاول تستعمل لغة شرقية، لغة مهذبة قريبة لأي شخص يفهمها. معناتها لا نقولكش تتكلم مصري وما نقولكش تتكلم لبناني ولا تتكلم أي لغة، تكلم لغة يفهموها الناس الكل. فما ناس للأسف أنا خدهم معايا ناس يحب يفرض لغته بالسيف ويحب الطرف الآخر يفهمه. وقت ما أنت صحيح لغتنا مانيش أنا تو نحكي وقلت لغتنا ما جاي من المريخ، ولكن يصعب عليك اتفادى أنت هذا الكل. حاول تقدم في حياتك، ما تقعدش تتنازع على تفهمني ونفهمك، افهم احكي لغة وسن لسانك يحكي لغة اللي يفهموها الناس الكل. آمن بذاتك وأعرف اللي راه رزقك إذا موجود لهنا راه تاخده أنت، فقط حط هدفك وابدأ اختم عليه وتبع النقاط اللي حكيناها من أول فيديو. أرجع شاهد الفيديوهات القديمة اللي حاطها مع أخويا جمال الدين في قناة اليوتيوب بتاعه في قناة اليوتيوب بتاعه، يفيدكم برشا وبالتوفيق إن شاء الله. أخوي علاء الدين بارك الله فيك على الحضور تاعك وعلى مشاركتنا التجربة تاعك في مجال المبيعات في المجال الأكثر طلبا في الإمارات، يعني الوظيفة المطلوبة كثير في الإمارات. بارك الله فيك يا خوتي، بارك الله فيكم على المتابعة. أخوي علاء الدين راح نعطينا الهواية تاعه والموهبة اللي عنده واللي يخدم فيها بالتوازن مع مجال المبيعات. أنا موتيفيشنال سبيكر بادي في الطريق، لايف كوتش سيرتيفايد، وباقي نقرا في بزنس كوتش، وهوايتي وغرامي ريادة الأعمال، وكل ما يهم اني نكون شخص بوزيتيف، شخص ايجابي، نحب الناس تكون تضحك تبتسم تعيش اللحظة اليوم وتركز على اللحظة باش تكون غدوة خير. تلقاو اكثر معلومات عليا في الوصف تحت، تلقاو رابط قناة يوتيوب تحت، ما تنساش تدخل تشاهد تشوف قناة اليوتيوب وتشوف باج فيسبوك، وإن شاء الله يكون وقتها بداية تعارف وبداية خير بيناتنا ونجم نعاونكم برشا، لأنه ثم دورة تدريبية باش تبدا موجودة على قناة اليوتيوب في القريب اللي هي تخص المبيعات وكيفاش المراحل اللي نمر بها السيلف بيرسون من أول يوم يدخل للشغل إلى وين يحب يوصلها. بالتوفيق ليكم، خلي ديما حلمك في مخك، عمرك ما تفقد عمرك ما تتيأس وعمرك ما تفقد الأمل. يا أمل يا أمل. بارك الله فيك، السلام عليكم. لا تنسوا تديروا لنا لايك.